السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين القسم 2-3 من الجزء الحركي في بعدين وثلاثة أبعاد. مدونة الفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. فتش في المدونة باسم الوحدة وليس برقم الوحدة. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. المسألة 39 كالعادة بتقرأ المسألة، تلخصها لمعطيات ومطالب أو بترسم على حسب المسألة. المسألة نفسها هي بتوجهك شو لازم تعمل. يجري أرنب في حديقة بحيث نحصل على المركبتين XY لإزاحته كدالتين للزمن من خلال المعادلتين التاليتين. إذن عقلي حيجيب لي أنه أنا بقدر بأخذ مشتقات هدولي. يحسب كل من X وY بالمتر والزمن بالثانية. الطلب A، احسب موقع الأرنب مقداراً واتجاهاً عند الزمن T تساوي 10 ثانية. سهل. R شو بدها تساوي اللي هي الإزاحة الكلية؟ جذر التربيعي X تربيع زائد Y تربيع. نطلع المركبة على المحور X بدلالة الزمن 10 ومنعود. تطلع عندك المركبة على المحور X عند الزمن 10 ثانية سالب 85 متر. بنفس الطريقة منجيب دالة واي ومنعوض عن تي بالعشرة. بتطلع عندك المركب واي عند الزمن 10 152 متر. هو شو طالي؟ احسب موقع الأرنب، يعني بدو آر مقدارا واتجاها. إذا آر وتساوي جذر التربيعي إكس تربيع زائد واي تربيع، بيطلع عندك 174.15 متر. الأرقام اللي عطيك إياها ثلاث أرقام معنوية، إذن الجواب لازم تكتبه بثلاث أرقام معنوية. يعني لو كتبته 174 فقط يعتبر صح. الاتجاه منحدده من هالمعادلة، سيتا وتساوي شبت التان آر واي على آر إكس، يعني اللي هي واي على إكس. أنا هون كتبتها إكس مثل ما أعطاها هو، يعني قصدت بآر واي يعني واي، وآر إكس يعني إكس. تطلع الزاوية سالب 60.78856، فبتحطها بتكتبها بثلاث أرقام معنوية. هلأ الطلب بي، احسب السرعة المتجهة للأرنب عند الزمن تي تساوي 10. نرجع للمعادلات. عندك مركبة الإزاحة على يعني إكس، مركبة الإزاحة على المحور إكس، ومركبة الإزاحة على المحور واي. شو العلاقة بين السرعة المتجهة والإزاحات؟ هيا هي. إذا أول شيء في شو بدها تساوي؟ جذر التربيعي بي إكس تربيع زائد بي واي تربيع. كيف منجيب بي إكس؟ مركبة السرعة على المحور إكس تساوي مشتقة الإزاحة إكس على الزمن، وتساوي لها مشتقة هالمعادلة هي بالنسبة للزمن. بدك تكون عارف كيف بنشتق، يعني تي تربيع هتصير عندك 2 ضرب، هي السالب هي السالب والاثنين اجت من الأس، 2 ضرب 0.45 في تي. ليش الاثنين؟ يعني الأس 2 كيف صار 1؟ 2 سالب 1 بيساوي 1. قاعدة الاشتقاق لازم تكون حافظها. هاي صارت عندك في اكس. في واي في نفس الطريقة مشتقة الإزاحة كدالة للزمن بالنسبة للزمن، كمان بنفس الطريقة تطلع عندك المعادلة بهاي الشكل. هلا بدك مقدارهم في الزمن تي تساوي 10. السرعة
يعني بي اكس من شان الزمن 10 ثانية بده يساوي، جبنا المعادلة وعوضنا عن تي بعشرة، صار عندك هذه هي. وبي واي بنفس الطريقة، وفي الكلية بهذا الشكل. احسب السرعة المتجهة للأرنب عند الزمن تي تساوي لعشرة ثانية. هاي خلصنا. إذن المسألة هي بسيطة جدا جدا، وهدفها يتدرب الطالب على الحل وعلى التفكير في الحل، وعلى أنه يغلط ويصلح غلطه ويعرف ليش غلط وكيف بده يصلح غلطه. تحديد اتجاه السرعة المتجهة كمان، سيتا تساوي لها شيفت التان بي واي على بي اكس، بتطلع عندك سالب 44.6. من راعي أنه آخر إجابات تكون ثلاث أرقام معنوية، لأنه أعطاك هنا ثلاث أرقام معنوية. الطلب سي حدد متجه العجلة عند الزمن تي تساوي عشرة. أيضا نجيب العجلة بهالطريقة هاي. ليش بهالطريقة؟ لأنه لازم نحسب مركبة العجلة على المحور إكس ومركبة العجلة على المحور واي، لأن عندك إكس بدلالة تي وعندك واي بدلالة تي، وانت حسبت في اكس بدلالة تي وحسبت في واي بدلالة تي. اذا هلأ انت فيك تحسب العجلة على المحور اكس، واللي هي مشتقة السرعة على المحور اكس بالنسبة للزمن، بتطلع سالب 0.9. بنفس الطريقة مركبة العجلة على المحور واي وتساوي لمشتقة السرعة على المحور واي بالنسبة للزمن. إذا نقدر نكتب متجه العجلة يساوي لسالب 0.9 إكس متجه الوحدة على المحور إكس، فاصلة 0.7 متجه الوحدة على المحور واي. مقدار العجلة منجيبه من هذه المعادلة، هي منجيب مقدار العجلة، ومنحاسب يكون ثلاث أرقام معنوية. مسائل بسيطة وسهلة، لكن لازم تدريب، تتدرب بالورقة والقلم. متجه أو اتجاه متجه العجلة بنفس الطريقة، سيتا تساوي شفت التان مركبة العجلة على المحور واي على مركبة العجلة على المحور اكس، بتطلع عندك سالب 37.87 درجة. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.